قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، غزوة دومة الجندل، كانت هذه الغزوة من ضمن حركة تثبيت أركان الدولة الإسلامية، تحركت القوات بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قضاعة في حدود الغساسنة. الغساسنة عرب لكنهم خاضعين للدولة الرومانية، كما كانت اليمن خاضعة لدولة مين؟ الفرس. هكذا الدول قبل الإسلام كانت تخضع للقوتين العظميين، فلما انكسرت الدول العظمى صارت اليمن وما كان يتبع الفرس، وصار العرب الذين كانوا يتبعون الرومان أصبحوا تحت قيادة مين؟ الدولة الناشئة دولة الإسلام. حدود دولة الغساسنة أو حدود هذه القبائل كانت على بعد 450 كيلو شمال المدينة. كانت هذه الغزوة دومة الجندل في ربيع الأول سنة 5 هجري، فقد وصلت الأنباء بتجمع بعض القبائل عند دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمر بهم، كما وردت الأنباء بأنهم يفكرون في القرب من المدينة للإغارة على القوافل. احنا كنا ذكرنا ان اي تهديد بيهدد المدينة على اي بعد كان الجيش يروح فين؟ يصله مكانه قبل ما يفكر يجي المدينة. اسباب هذه الغزوة ان السكوت على هذا التجمع يؤدي الى تطوره واستفحاله ويؤدي إلى إضعاف المسلمين. ثانيا، هذا التجمع وجوده في الطريق إلى الشام قد يؤثر على الوضع الاقتصادي للمسلمين. ثالثا، فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة كلها وإشعار سكانها بأنهم في حمايتهم وتحت مسؤوليتهم. رابعا، حرمان قريش من أي حليف تجاري
قد يمدها بما تحتاج من التجارة. خامسا من الأهداف إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التي وصل إليها بجيشه على حدودهم، يعني الوصول إلى الغساسنة تهديد لمين؟ للروم في الشام. إرهاب الروم الذين تقع المنطقة التي وصل إليها بجيشه على حدودهم وعلى مسافة 5 ليالي من عاصمة ملكهم الثانية دمشق. عاصمة ملكهم في بلاد العرب كانت دمشق، وعلى مسيرة 16 ليلة من المدينة المنورة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، وكان يسير الليل ويكمن بالنهار حتى يخفى مسيره، بالليل يمشي وبالنهار يرتاح، لأن الاستطلاع ممكن يكشف مسير الايه؟ النهار. حتى دنا من القوم، عندئذ تفرقوا. عندئذ تفرقوا ولم يلق منهم أحدا فقد ولوا مدبرين وتركوا أنعامهم وماشيتهم غنمة للمسلمين. دي إحدى الغزوات التي لم يلق فيها عدوا. كانت هذه الحرب أو هذه الغزوة حربا استطلاعية تمسح الجزيرة العربية وتتعرف على مراكز القوة منها، وكانت حربا إعلامية تأتي على أعقاب بدر الموعد وتستثمر انتصاراتها. انت عارفين برضو بدر الموعد ما تحققتش، وبتوع قريش ما جوش أصلا، وظل النبي في المكان 8 أيام. فكانت دومة الجندل بعد بدر الموعد حرب إعلامية، وكانت حربا عسكرية تريد أن تصد هجوما محتملا على المسلمين، وكانت حربا سياسية تريد أن تجهد من تحركات القبائل المحتمل أن تتحرك بعد أن بقى غزوة أحد. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة، استخلفه وليا على المدينة، وسباع هذا ابن عرفطة الغفاري ليس أوسيا ولا خزرجيا ولا قرشيا، بل كان من غفار. طب ايه المعنى من وراء كده؟ المعنى ان في هذا التخلي عن الاطر القبلية والانصهار في بوتقة الامة الواحدة، الانصهار في بوتقة الامة الواحدة. بعد دومة الجندل تأتي غزوة بني المصطلق. احنا قلنا دومة الجندل كانت في ربيع اول 5، غزوة بني المصطلق قلنا في ربيع اول 5، غزوة بني المصطلق كانت في شعبان 5. ما بينهم كم شهر؟ ربيع تاني وجماد وجماد، مش كده؟ ورجب 4 شهور، ما بين الغزوتين 4 شهور. أسباب غزو بني المصطلق، أولا تأييدهم لقريش
واشتراكهم معها في غزوة أحد ضد المسلمين. ثانيا، سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة. يعني بني المصطلق كانت تقع فين جغرافيا يا أخوانا؟ ها؟ ما بين مكة والمدينة. سيطرة هذه القبيلة على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة. ثالثا، من الأسباب بلغه صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له. خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700 مقاتل وثلاثون فرس، فأغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى زراريهم، وأصاب يومئذ جوارية بنت الحارث بن أبي ضرار. تعتبر هذه الغزوة من الغزوات الفريدة المباركة التي أسلم عقبها قبيلة بأسرها، لأن الصحابة تحرروا وردوا الأسرى الذين أصابوهم لأنهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين مع المسلمين. لماذا خرجوا؟ خرجوا طمعا في الغنيمة وقرب السفر. انتوا فاكرين العلة من عدم خروج المنافقين لتبوك ايه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لكن لكان العرض قريب ولا السفر قاصد في تبوك. السفر كان بعيد والغنايم شبه مفيش، يعني يطلع يتعب وبعدين مفيش، لا ده ما مش عاوزين المنافق مش عاوزين دي. يبقى كانت بني المصطلق العرض قريب والسفر قاصد، صح؟ في غنيم هتبقى في غنايم كبيرة، والسفر مفيش، ده ما بين مكة والمدينة في نص المسافة. يبقى هما كانوا خارجين لمصلحة دنيوية ولا أخروية؟ دنيوية. هكذا المنافقون، إن أصابوا من الدنيا يبقى زين وحلو خالص، إن ما أصابوش الفتن تشتغل. ويحرقوا البلد. وتحت اسم الوطنية برضه، خدت بالك؟ كان بيقول لك انتوا بتستخدموا الدين عشان توصلوا اللي مش عارف لايه. طب انتوا استخدمتوا الوطنية ولما ما نفعتش الدنيا ولعت، طب فين الوطنية بقى؟ ومن الصادق مع نفسه؟ مين الصادق مع نفسه ومين اللي قلبه على؟ خرج في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين مع المسلمين، خرجوا طمعا في الغنيمة. وعند ماء المريسيع كشفوا عن حقدهم فسعوا إلى إثارة العصبية بين المهاجرين والأنصار. فلما أخفقت المحاولة سعوا إلى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أهل بيته، فعملوا المصيبة الثانية، كانت حادثة الإفك. دروس وعبر. من الدروس والعبر في هذه الغزوة الحفاظ على السمعة السياسية ووحدة الصف الداخلية. النبي قال لما قيل يا للأنصار ويا للمهاجرين، النبي قال إيه عشان وحدة الصف؟ قال دعوها فإنها منتنة.
العصبية. والفرق كبير بين أن يتحدث الناس عن حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سفيان، أتحب أن تكون في بيتك ومحمد هنا في مكانك؟ قال لا أحب أن تصيبه شوكة وهو في مكانه وأن أكون أنا في أهلي. فرق بين هذا وبين أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. عرض عبد الله الابن اللي هو ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قتل أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ولما وصل المسلمون مشارف المدينة تصدى الابن لأبيه وقال له والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له. ما أروع موقف الابن في تقديم محبة الله ورسوله على محبة الأب عند التعارض، وما أروع عفو الرسول صلى الله عليه وسلم. في حادثة الإفك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما فتر الوحي شهرا، ودي فيها دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ما كانش النبي يتقدر لمدة شهر كامل حينما فطر الوحي. استشار أصحابه فقال أسامة يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا، أما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك في النساء، النساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمضه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. كل اللي انا باخده عليها انها بتقعد على العجين تنام تيجي الدواجن تاكل. وقالت زينب بنت جحش يا رسول الله احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا. اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف على مصطح وكان من المهاجرين، وحسان بن ثابت اللي كان شعر الرسول بيدافع عنه، وحمنة بنت جحش أخت زينب. طب زينب ربنا عصم سمعها وبصرها، ولكنها كانت تحامي من أجل مين؟ أختها. هؤلاء الثلاثة أقيم عليهم حد القذف. ذكر ابن القيم وجه الحكمة من عدم حد عبد الله بن أبي اللي هو سبب المصيبة كلها. لماذا لم يقم الحد على ابن أبي؟ قال ابن القيم قيل لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلاً للتطهير والكفارة. والله تعالى في القرآن قد وعده بعذاب
عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب ايه؟ اللي له عذاب عظيم ده ما يتطهرش بالحد، لان الحد مطهر. عبد الله بن ابي بن سلول ابن القيم بيقول كمان ايه؟ وقيل انه لم يقر بالقذف ولا شهد عليه احد، يعني كان شغال بخبز ما حدش يمسك عليه. انه قال او عاد كان شغال من يعني ايه نار من تحت الرماد. وقيل ترك حده كترك قتله، وهي تأليف لقومه. اعتذار حسان: كل من خاض في الإفك قد تاب. نعم. الحدود بتاعت القذف مش كانت الآية نزلت ولا نزلت؟ الحكم كان نزل ولا كان ما دام حسان اتجلد وما دام مصطح وحمنة وقيم عليهم الحد يبقى كان نزل بداهة. كل من خاض في الإفك قد تاب ما عدا ابن أبي. واعتذر حسان ومدح عائشة في شعر بقوله: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. اعتذار من حسان. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة بعد نزول براءتها في القرآن فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن، لأنه معاند للقرآن. طب الشيعة يقولوا إيه في الآيات دي؟ الشيعة يقولوا إيه اللي هم ما زالوا بيسبوا عائشة لحد النهاردة؟ يقولوا إيه في الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؟ في الكتاب بيقول: وبعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجلد أو يجلد من صرح بالإفك 80 جلدة، وهي حد القذف. وكانوا 3: حمنة بنت جحش، ومصطح بن أساسة، وحسان بن ثابت. وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح لقرابته، فلما تكلم بالإفك قطع عنه النفقة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. احنا كنا ذكرنا ان الفتن مش بتأثر بس على المنافقين، بل قد تؤثر على أناس مؤمنين شرفاء، صح؟ وده اللي بيخلينا نقول بان خطوره الاعلام الكاذب الفاسد ممكن يؤدي الى انهيار دوله ولا ما يؤديش. ممكن يتاثر بيه ناس شرفاء، ممكن ان يتاثر بينا. اذا كان تاثر مصطح من المهاجرين، وحسان اللي النبي كان بيقول له: اهجهم ومعك روح القدس جبريل. ومصطح من المهاجرين. معنى هذا ان انتشار الفتن خطر جدا جدا جدا. واخطر ما بعد ثورة 25 يناير الاعلام، صح؟ الاعلام ممكن يولع في البلد. ها؟ هو اللي مولع.
قال أبو بكر: بل نحب ذلك يا رسول الله، أن يغفر الله له. وأعاد النفقة على مصبح. هذه مضار المنافقين الذين يدخلون بين الأمم مظهرين لهم المحبة وقلوبهم مملوءة حقدا، يتربصون الفتن، فمتى رأوا بابا لها ولجوه، فنعوذ بالله منهم. خطورة المنافقين أخوانا شديدة جدا، هم أشد خطر على الإسلام وأهله من الكافر الظاهر كفره، بالدليل أن أول سورة البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين وصفاتهم في 5 آيات، وذكر الكافرين وصفاتهم في 2، وذكر المنافقين في 13 آية. دليل على إيه؟ على خطورة النفاق والمنافقين، وأنهم أضر على المسلمين من الكافر الظاهر كفره. طيب إحنا لو مش هنقدر ندخل في غزوة الخندق الأحزاب إلا أن يكون يوم من إيه؟ من أوله إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر.